أعتري إذا المداخلة الجديدة بعنوان هل الأمر موكول لنا لكي نصبح سعداء؟ مقدمة: كثيرا ما نفكر فيما سيحدث لنا إذا فزنا بالجائزة وأصبحنا أثرياء. نتخيل أنفسنا سعداء، نسافر إلى الأركان الأربعة للكون ونسترخي يعني في أحد النزل الفارهة في كل الفصول. لسوء الحظ الفوز بالجوائز ليس من اختصاصنا، إنها الصدفة التي ستقرر مصيرنا المستقبلي بأنفسنا. وبما أن هذه الفرص ضئيلة للغاية، فإن هذا السيناريو الجميل الذي أشعر بالسعادة فيه على الأقل ظاهريا يكاد يكون مستحيلا. فهل من المعقول أن أعهد بسعادتي إلى الصدفة، خاصة عندما تكون فرصي ضئيلة للغاية؟ هل يجب أن أحاول أن أهيئ الظروف لسعادتي بنفسي؟ أليست السعادة تأتي وليس من ظروف خارجية ليس لي سيطرة عليها، بل من حالة ذهنية، من موقف عام، من مجموعة من السلوكات التي يعتمد فيها علي أثناء تنفيذها أو محاولة تحصيلها؟ بمعنى آخر، هل إرادتي هي أساس سعادتي أم ليس لها أي تأثير عليه على أن أكون سعيدا؟ أولا، الرغبة تمنعنا من أن نكون سعداء. يمكن العودة إلى شوبنهاور، الفيلسوف شوبنهاور، رغم أنه يعتبر فيلسوف التشاؤم، إلا أنه هنا هو الفيلسوف الذي يربط الرغبة بالسعادة. لمعرفة ما إذا كان الأمر يعتمد علينا لكي نكون سعداء، علينا أن نعرف من نحن أولا، من نكون، ما هو الإنسان. لن نتمكن من معرفة ما إذا كانت السعادة في متناول الإنسان إلا من خلال الحصول على رؤية أفضل لماهية الطبيعة البشرية، لتوصيف لمختلف أحوال الوضع البشري. لكن الإنسان في الأساس كائن ذو رغبة في الأساس، إنه الرغبة التي تدفعه إلى القيام بهذا العمل أو دون ذاك. إذا ماتت الرغبة فسيظل الإنسان خامل، محروم من أي سبب للفعل، للتصرف، للاختيار، للتحرك، للإقبال على الوجود. الإنسان يرغب في الحصول على ذلك الطعام أو تلبية تلك الحاجة، يعني يرغب في أن يلتقي بغيره، أن يلفت انتباه الآخرين، أن يحصل على عمل مثير للاهتمام، وما إلى ذلك من رغبات. لسوء الحظ، هذه الديناميكية وهذه القوة الموجودة في الإنسان والتي هي أساس وجوده وهي الرغبة، لا تعتمد عليه من ناحية، ومن ناحية أخرى تقوده حتما إلى الشعور بالشقة، بالتعاسة، بالبؤس، لأنه لا يحققها، وهو لا يحصل على علاقة جيدة، ولا يحصل على عمل جيد، ولا يحقق ولا يلبي جميع حاجياته. إذن الرغبة لا تعتمد عليه، لأنها تركز على الأشياء والأشخاص الذين يعرفهم جيدا أنهم سيضرون به، ويعلم أنه ليس من الجيد بالنسبة له أن يسبب لنفسه الأذى، وما سيفعله، ما سيقوم به ربما هو مدفوع برغبته، لكن يؤدي به إلى شعور بالألم. إن الرغبة تؤدي حتما إلى التعاسة، لأنها نادرة ما يتم إشباعه، وبالتالي فإنها تغرق الإنسان في حالة من الإحباط الدائم. وعندما، وهذا ما يقوله شوبنهاور، عندما نشبع رغباتنا يؤدي بنا ذلك إلى الملل، إلى التكرار، إلى الروتين. وفي كل الأحوال فإنه يقودنا إلى سوء الحظ، وهذا ما يؤكده شوبنهاور في كتاب العالم كإرادة وكتمثيل، بقوله: كل الرغبة تأتي من حاجة، أي من الحرمان، أي من المعاناة. الرضا يضع حدا لها، ولكن مقابل رغبة واحدة يتم إشباع، يتم إحباط عشرات الرغبات على الأقل. ثم أن رغبة طويلة ومطالبة تتجه إلى ما لا نهاية، والرضا قصير ويتم قياسه ببخل. لكن هذا الرضا الأسمى هو في حد ذاته ظاهري فقط. رغبة المرضية توسع المجال فورا لرغبة جديدة، الأولى خيبة أمل معترف بها، والثانية خيبة أمل لم يتم التعرف عليها بعد. إن إرضاء عدم الوجود، الرغبة يمكن أن يوفر الرضا الدائم وغير قابل للتغيير. إنها مثل الصدقات التي تلقى على متسول، فهي تنقذ حياته اليوم ولكنها تثير بؤسه حتى الغد. طالما أننا مستبعدون لدفع الرغبة والآمال والمخاوف المستمرة التي تثيرها، فلا توجد لنا سعادة دائمة ولا راحة. دون راحة السعادة الحقيقية مستحيل. وكذا فإن موضوع الإرادة يشبه يعني ما هو مرتبط بشيء بعجلة لا تتوقف أبدا على الدوران.
ويستحيل ملؤها، ويعني إنها متعطشة إلى الامتلاء وهي فارغة في عمقها. وبالتالي فإن الرغبة تغرقنا في ألم لا نهاية له والذي لن ينتهي إلا بالفناء. ولهذا السبب يقارن شوبنهاور حالتنا بحالة الأبطال اليونانيين المحكوم عليهم بالعذاب الأبدي في الجحيم اليوناني. نرى أن السعادة لا تعتمد علينا بأننا بشر، أي كائنات راغبة، ولا يمكننا أن نعرف السعادة من ناحية، فإن هذا الميل الذي يقودنا إلى التعاسة أي الرغبة لا يعتمد علينا بأي حال، ليس من اختصاصنا وليس من مهامنا، نحن مجرد بشر، نحن ضحايا حالتنا وطبيعتنا البشرية. ومع ذلك يمكن أن نتساءل عما إذا كانت الرغبة ليست مجرد نزعة إنسانية يمكن موازنتها على سبيل المثال بالإرادة. ألم نقل من قوة الإرادة، من إرادة القوة كما يقول نيتش؟ ألا يمكن أن يمنح هذا الإنسان السيطرة المطلقة على أهوائه وتقوده؟ إذن هذه السيطرة تقود السيطرة، سيطرة على الأهواء، التحكم في الأهواء إلى السعادة، إلى شعور بالسعادة، شعور بالقوة، شعور بالاقتدار. إذن ثانيا السعادة تعتمد على إرادتنا، الاقتدار عند الرواقي. إرادتنا هي ما يعتمد علينا بشكل أساسي بالطبع، الظروف الخارجية خارجة عن إرادتنا. لم أختر أن أولد في هذا البلد، في هذا الوقت، في هذه العائلة. ربما الكارثة البيئية أو المناخية أو الجيولوجية التي حدثت اليوم وغيرت حياتنا لم تكن نتيجة قراراتنا. معظم الأحداث التي حدثت في حياتنا ليست ناتجة عن إرادتنا، ومع ذلك فإن إرادتنا لها دور حاسم تلعبه وتعتمد علينا وحدنا. أنا من أقرر المعنى الذي أعطيه لهذه الأحداث. وقام كما يقول الرواقي إبيكتيت في دليله، ما يزعج الناس ليس الأشياء بل الحكم الذي يصدرون بشأن هذه الأشياء. وبالتالي فإن أعود إلى ظاهرة الفناء، ليس شيئا يدعو إلى الهلع والتخوف، لأنه حتى بالنسبة لسقراط لم يبدو الأمر كذلك، لأن الحكم الذي نصدره على أحدهم بالفناء بإعلانه مخيف، هذا هو المخيف، يعتمد بالأساس على أحكامنا، على شيء واحد فقط إرادتنا، فهي في سلطتنا المطلقة. يمكن يعني ما يؤثر على النفس هو الحكم فقط الذي يمكن أن يصدر على العقل. إذا اعتبرنا أن الفناء ليس شرا فلن نشعر بالتعاسة، كما يشير ماركوس أوريولوس الإمبراطور الفيلسوف الإمبراطور الروماني في كتابه أفكار لنفسي، يقول الأشياء لا تصلح إلا إلى الروح، لا تصل إلى الروح بل تظل محصورة في الخارج، ولا تنشأ مشاكل إلا من رأيها، رأينا فيها. فيكفي إذن أن أعلق حكمي وأن أطرح أحكام إيجابية فقط، تحفظ صفائي وأكون دائما سعيدا. يعني ماذا يضيف ماركوس أوريولوس؟ هو يضيف يقول أنا مثل السفينة التي تضاعف مسارها، تجد الهدوء في البحار، هدوء تام في الخليج في الماء دون أمواج. ومن ناحية أخرى يمكن لإرادتنا ضبط الرغبة بحيث لا تهتم إلا بالأشياء التي تعتمد على الإنسان، لذلك لن نشعر بعد الآن بالتعاسة بسبب الظروف الخارجية التي لا تتوافق مع توقعاتنا، ولكن ليس لدينا أي سلطة عليه، وهذا هو سر السعادة كما قدمه الرواقي إبيكتيت، إذ يقول بعض الأشياء تعتمد علينا وبعض الآخر لا يعتمد علينا. ما يعتمد علينا هو أحكامنا، ميولنا، رغباتنا، نفورنا، بكلمة واحدة كل ما هو عمل من أعمال أرواحنا. وما لا يعتمد علينا هو الجسد والثروة وشهادة الاعتبار والمناصب العامة، بكلمة واحدة كل ما ليس من عمل أنفسنا وذواتنا. ما يعتمد علينا هو بطبيعة حر بلا عائق بلا تناقض. ما لا يعتمد علينا هو غير متسق، عبد خاضع للعوائق، غريب خارجي عنا. تذكر إذن أنك إذا اعتبرت ما هو بالطبيعة عبدا حرا واعتبرت ما هو ملك للآخر باعتباره لك، فسوف تغضب، سوف يعني تنوع، سوف تضطرب، سوف تهاجم الآلهة والناس. ولكن إذا كنت تعتبر ما هو لك فقط، وإذا كنت تعتبر ما هو في الواقع ملك لشخص آخر، فلن يقيدك أحد أبدا، ولن يمنعك أحد، ولن تلوم أحد، لن تهتم بأحد، ولن تفعل أي شيء ضد إرادتك على الإطلاق، ولن يؤذيك أحد، لن يكون لك عدو، لأنك لن تعاني من أي ضرر. الإنسان مسؤول عن أحكامه مما يجعله حر، لكن ألا نستطيع أن نمد هذه المسؤولية وهذا الحرية؟ الإنسان إذن ثالثا هو الحرية، وبالتالي فهو مسؤول مسؤولية كاملة.
نحن نعلم أن إغراء تجنب المسؤولية أمر عظيم، وأيضا إغراء تحمل المسؤولية هو أعظم منه. هذا ممكن إذا كنا عالقين في الحتمية المطلقة، لأنه في هذه الحالة يعني خاضعين لجبرية القضاء والقدر. لأنه في هذه الحالة يمكن أن يعزي إلى أي شيء يحدث لنا، كل ما يحدث لنا هو نتيجة لسلسلة من الأسباب والمسببات التي لم يكن علينا عليها سيطرة. ليس لدي أي مسؤولية، ولكن إذا بدأنا من فكرة أننا أحرار فإن الحتمية تظهر فقط كنظرية لسوء النية تم وضعها لتجنب مسؤوليتنا، للتهرب من المسؤولية. هذه فكرة جون بول سارتر في فلسفته الوجودية. بالنسبة للوجودية فإن ما يؤسس لحرية الإنسان هو أنه كان الوحيد الموجود. الوجود هو امتياز الإنسان، الأشياء لها جوهر محدد، وظيفة، مظهر، مادة لا يمكنها الخروج منها وتغييرها. يعني الأشياء هي ملقاة هناك، ولكن الإنسان الفرق بينه وبين الأشياء أنه حي، أنه يشعر بوجوده. الإنسان حرية، أي أنه في الأصل لا شيء، ويستطيع أن يقرر ما سيصبح عليه كل شيء. يمكن اختيار مهنته والبلد الذي يعيش فيه وما إلى ذلك. يمكن الآن الإنسان أن يهاجر ويغير البلد الذي هو فيه، أو يغير مهنته. ما يقوله سارتر في الوجود كنزعة إنسانية هو أن الماهية تسبق الوجود، يسبق الماهية. ويرى أن الأشياء كلها العكس، ماهيتها تسبق وجودها إلا الإنسان. الإنسان يعني هو الذي يقرر الوجود الذي سيعيشه بأي شكل، ويتحمل مسؤولية الصفات والوصفات والأفعال التي يقوم بها. هناك كائن واحد على الأقل يسبق الوجود فيه الماهية، كائن موجود قبل أن يمكن تعريفه بأي مفهوم، وذلك الكائن هو الإنسان. ماذا يعني هنا أن الوجود يسبق الماهية؟ هذا يعني أن الإنسان يوجد أولا، ثم يلتقي بذاته، ثم يظهر في العالم، ثم يحدد نفسه بعد ذلك. الإنسان كما يتصوره سارتر إذا لم يكن قبل التعريف، ذلك لأنه قبل كل شيء لا شيء، ولن يكون إلا فيما بعد، سيكون كما يكون، كما يريده أن يكون. وبالتالي لا توجد طبيعة بشرية، كل ما هو موجود هو شرط بشري، وضع بشري، لأنه لا يوجد يعني نسخة يعني مطابقة للأصل أو برمجة قبلية، سواء برمجة ميتافيزيقية أو لاهوتية. الإنسان ليس فقط كما يتصور نفسه، بل كما يريد نفسه، كما يتصور نفسه بعد وجوده، كما يريد نفسه بعد هذا الاندفاع نحو الوجود. الإنسان ليس سوى ما يصنعه بنفسه، وفي هذا الحال نحن مسؤولون عن كل ما يحدث لنا، بما في ذلك سعادتنا أم تعاستنا. الأمر متروك لنا أن نكون سعداء أو تعساء، ولهذا السبب أيضا تم انتقاد الوجودية عند سارتر بقسوة. يمكن أن نفهم لماذا يعني تروع عقيدتنا عددا معين من الناس، لأن غالبا يكون لديهم طريقة واحدة فقط لدعم بؤسهم، وهي التفكير. كانت ظروف ضدي وكنت أفضل بكثير مما كنت عليه، لقد كنت أفضل بكثير مما أنا به بصدد القيام به الآن. لقد كانت ظروف ضدي بالطبع، لم يكن لدي حب كبير أو صداقة عظيم، ولكن أو عمل عظيم، ولكن هذا لأنني لم أقابل أحد، ولم أكتب أي شيء، ولم أفعل أي شيء يستحق الثناء، وليس لدي أي وقت فراغ للقيام بذلك، لأنني لم أجد يعني الشخص الذي كان من الممكن أن ينقذني. لذلك تبقى هذه الإمكانيات في داخلي غير مستخدمة، غير قابلة للحياة. مجموعة من الاستعدادات والميول والإمكانيات التي من المفروض أن تمنحني قيمة، ولا تسمح بسلسلة أفعال البسيطة أن تقودني إلى الهلاك أو إلى الوضع المتدني الذي أنا فيه. ولكن في الواقع بالنسبة للوجودية لا يوجد إلا ما يتم بناؤه بنفسك، ولا توجد إمكانيات سوى ما يتجلى في سواء في العاطفة أو في حرية الاختيار أو في المهنة أو في غير ذلك. ليس هناك عبقرية غير تلك التي تعبر عن نفسها في الأعمال. عبقرية بروست في مجموع أعماله، الإنسان يلتزم بحياته ويرسم شخصيته، ولا يوجد شيء آخر غير هذا الشكل، وهو يتحدى جميع الضرورات، يتحدى حتى جبريته وظروفه وينتصر عليه. من الواضح أن هذا الفكر قد يبدو قاسيا بالنسبة لشخص لم ينجح في حياته، ولكنه يبدو مفيد و
مفيد وقوة إبداعية بالنسبة إلى من تفوق على الظروف السيئة التي وجد فيه. خاتمة: لذلك نرى أن الأمر مترك لنا لكي نكون سعداء، وهذا ما سندركه إذا توقفنا عن الاحتمال بسوء النية بإنكار الحرية الإنسانية، وهي حقيقة أولى واضحة. نحن أحرار وينبغي علينا أن نتحمل مسؤوليتنا من خلال هذه الحرية، وهذه بدورة يمنحنا المسؤولية الكاملة عن وجودنا، وبالتالي عن السعادة التي تنتظرنا في هذه الحياة. هذه مداخلتنا، هل يعتمد علينا أن نكون سعداء أم على غيرنا؟ أرجو أن تكون هذه المداخلة نالت ذلكم. إلى اللقاء.